في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله بهداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في قواعد القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون التمايز. في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين المفارقة الحادة والتناقض المريع بين المؤمن وغير المؤمن، لئلا يتوهم الناس أن الفرق بينهما فرق عبادات. الحقيقة أن الفرق جوهري يصل إلى بنية الإنسان، إلى أنماط تفكيره، إلى قيمه، إلى مواقفه، إلى انضباطه، إلى التزامه. لذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً. لعل ذهن الإنسان ينصرف حينما بدأ قوله تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان غير مؤمن، لكن جاء بديل غير المؤمن بأنه فاسق، ومن لوازم البعد عن الله الفسق. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآيات التي تبين المفارقة الحادة والتناقض المريع بين المؤمن وغير المؤمن ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. الفرق كبير، الفرق جوهري، الفرق في البنية، الفرق في المواقف، في الالتزام، في المبادئ، في القيم. المؤمن يعطي ولا يأخذ، غير المؤمن يأخذ ولا يعطي. المؤمن يعيش للناس، غير المؤمن يعيش الناس له. المؤمن يملك القلوب، غير المؤمن يملك الرقاب. أيها الإخوة الأحباب، آيات كثيرة تتحدث عن المفارقة الحادة والتناقض المريع بين من عرف الله ومن لم يعرف الله. بل إن الحقيقة الكبرى أن البشر على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسائبهم وطوائفهم واتجاهاتهم ومذاهبهم، هم عند الله عز وجل نموذجان لا ثالث لهما. نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. يؤكد هذا المبدأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا النموذج الأول، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. من هو النموذج الأول؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، فاستحق السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بنى حياته على الأخذ واستغنى عن طاعة الله لأنه كفر بالآخرة وآمن بالدنيا. الرد الإلهي: فسنيسره للعسرة. إذن فرق حاد وتناقض مريع بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. أحياناً الإنسان إذا غفل عن الله ونسي أن هناك إلهاً عظيماً سيحاسب، وكان هذا الإنسان قوياً يستخدم قوته لابتزاز أموال الناس،
لانتهاك أعراضهم لأخذ ما ليس له، وكأنه في الحقيقة مجرم بسبب قوته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي. ما قال القوي، قال المؤمن القوي، لأن الإيمان يضبط الإنسان، الإيمان سور وسياج للإنسان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فلذلك أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً. الآية الثالثة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا شك أن الآخرة فيها تمايز واضح، لكن هذه الآية تشير إلى الدنيا، إلى حياة المؤمن، إلى سمعته، إلى زواجه، إلى تربية أولاده، إلى اختيار زوجته، إلى اختيار حرفته. هناك فرق جوهري وحاد بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ندقق في هذه الكلمة: سواء محياهم دنياهم. المؤمن له مكانته، له سمعته، له حفظه من الله عز وجل، له تأييده، له توفيقه، له محبته، يعيش حياة ممتلئة بالود والحب، يحسن اختيار زوجته، يحسن تربية أولاده، يحسن اختيار حرفته. لذلك: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بل إن الإنسان قد يعجب أنه مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يستوي عند الله مؤمن وغير مؤمن، محسن ومسيء، منصف وظالم، مقصر ومجتهد، أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل يتناقض مع وجوده. فلذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن بكل تفاصيلها كحياة غير المؤمن بكل تفاصيلها. لذلك: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، لو نظرنا إلى المصير، المؤمن يعيش مع غير المؤمن، يعيش في أرض واحدة وفي بلد واحد وفي ظروف واحدة وفي معطيات واحدة وفي ضغوط واحدة وفي مغريات واحدة وفي صوارف واحدة، لكن ما مصير هذا وما مصير هذا؟ قال تعالى: والعاقبة للمتقين. العبرة بالنتيجة. لذلك قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا. إله عظيم خالق السماوات والأرض يعد المؤمن بجنة عرضها السماوات والأرض، يعد المؤمن بعطاء كبير يبدأ من لحظة إيمانه واستقامته ويستمر إلى أبد الآبدين. الآية الكريمة: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا مثل هذا؟ هل يستويان؟ هل يصح أن يسوى إنسان عاش سنوات معدودة في بحبوحة وفي بزخ وفي إسراف وفي علو في الأرض وفي غطرسة وفي استعلاء، مع إنسان استحق الجنة إلى أبد الآبدين؟ هل يوازن الأول مع الثاني؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة الكرام، هناك مفارقات طويلة وكثيرة في القرآن الكريم بين أهل الإيمان وأهل العصيان. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، كان ناجياً يوم القيامة، استحق دخول الجنان. فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي، كتاب أعمالي، إني ظننت أني ملاق حسابي،
مرة سئل طالب حقق الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية: كيف نلت هذا المجموع؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تفارق مخيلتي ولا ثانية في أثناء العام الدراسي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا مشهد من مشاهد أهل الجنة. أما المشهد الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله خالقاً كما آمن إبليس، قال: ربي فبعزتك، لكنه ما آمن بالله العظيم. لذلك لو تفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، لو تفكر في هذه المجرات، لو تفكر في هذه الكواكب، لو تفكر في طعامه، في شرابه، في الأمطار، في البحار، في البحيرات، في النباتات، في الأسماك، في الأطيار، في الإنجاب، في الولادة، في خصائص الجسم، لعرف الله عز وجل وآمن بالله العظيم. وإيمانه بالله العظيم ربما حجبه عن معصية لا تليق به، لذلك قيل: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. أيها الإخوة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو انتقلنا إلى الدار الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه بعض الآيات أيها الإخوة، ذكرت بعض الآيات وما أكثر الآيات التي تتحدث عن المفارقة والموازنة والمقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان. جعلنا الله جميعاً من أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وكرمهم ورفع ذكرهم وحفظهم وأيدهم ونصرهم. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. فاحفظ هداك الله بهداه وتقام، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.